الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. طبعا لو في حد فاكر ان انا مثلا هتعصب او اتنرفز بعد الماتش او الكلام ده كله، مش هتعصب ولا هتنرفز. هتنرفز ليه اصلا؟ ايه يعني الاهلي كان كسبان 3-1 الجمعة اللي فاتت في ارضه، كان كسبان 3-1 الجمعة اللي فاتت في ارضه، ايه يعني لما يخسر 3-0 قدام الترجي التونسي ويقول لك الملعب بتاع رادس بتاعنا والبطولة اهلاوية؟ جرى يا عم اهلي، واحنا كل سنة هنقعد نقول التسعة يا اهلي، التسعة يا اهلي. السنة اللي فاتت قلنا خلاص كان معانا حسام البدري ووش اهله وحش علينا، وخلاص الوداد المغربي كسب البطولة وكله تمام وما زعلناش قوي، ولان كان حقه ان هو يكسب. انما السنة دي انت كسبان 3-1 في برج العرب، ليه بقى رايح خايف وجبان؟ انت رايح اصلا البطل بتاع الافريقيا، انت رايح وعارف ان انت خلاص البطل. يعني لو خسرت 1-0 كنت هتبقى البطل، خسرت 2-1 كنت هتبقى البطل، 3-1 كنت اتعادلت. انما احنا ما نهجمش هجمة واحدة. هل الترجي حاطط متفجرات عند الجون؟ خايفين من ايه؟ ما اعرفش، ما شفتش هجمة. على فكرة الترجي حقه ياخد البطولة، من الاخر الترجي حقه 100% ياخد البطولة. النادي دوت خسران 3-1 في ارضنا، وعارف ان النادي الاهلي نادي قوي جدا، وعارف ان الاهلي خلاص خد البطولة كده كده رسميا خد البطولة. يجيب فينا 3 جوان واحنا ما نجيبش جون واحد يوحد ربنا؟ ما تفهمش. وانتوا يا ابني اهلاوية ما صليتوش الجمعة النهاردة؟ وانتوا ما دعتوش؟ انا النهاردة وانا بصلي الجمعة قلت للشيخ يا سيدنا الشيخ بعد اذنك ممكن تدعي للاهلي النهارده؟ بصلي بس باحتكار كده اهوت على اساس يقول لي ايه العيل التافه دوت. يا شيخ ما انت الجمعه اللي فاتت جيت على انك بتدعي على اليهود وقعدت تقول اللهم اجعل حريمهم غنيمه لنا وقعدت تعيد 4 مرات. جرايا يا عم الشيخ، الاهلي برضو ابن بلدك ادعي له، اشمعنى تقعد تدعي الحريم؟ ام قايل إيه؟ اللهم انصر الاهلي واعز الاسلام والمسلمين، كل اللي في الجامع قالوا امين. امبارح بالليل ما نمتش، انا كده مطبق 48 ساعة مستحمل اهانات الصفحات التونسية اللي عمالة تشتمنا، مستحمل الرسائل من الفانز التونسي اللي عمال يشتمني، وقلت مش مهم احنا هنرد في الملعب والاهلي. ما تخلص يا عم يا بتاع الاشارة انت، يعني خلاص منتظمين قوي. اخلص يا سيدي، اخلص يا عم، كده كده خربانه خربانه. اوعى يا عم، اوعى يا استاذ، اوعى اوعى فخدك كده. المهم يعني لقيت المفروض ان احنا كده كده كسبانين، معايا 48 ساعة ما نمتش وقلت خلاص الاهلي هياخد البطولة والاهلي بطل افريقيا، وقلت هستحمل مش هرد على المذيع اللي اسمه وسيم الحريسي ولا العريسي ولا العرسي، ما اعرفش اسمك اهلك ايه، اللي قاعد يقعد يتريق على مرتضى منصور ويتريق على الاهلي ويقول لك هاخده على جبل مش عارف ايه، جبل شواز ومش الجبل ده انت تقعد عليه انت وامك، جبل شواز مين الاهلي يقعد عليه؟ واحد يشتم تقتل اسمك وسيم، انت مش اتحبست في 2015 علشان قلدت برضه صوت الرئيس بتاعك السبسي وحبسوك، وبعد كده عملت مسرحيه اسمها السلام عليكم، مفيش حد قطع لك تذكره علشان دم اهلك سم، محدش دخل قال لك وعليكم السلام، والمسرحيه فشلت وفشل ذريع كمان. انت مش فاهم، عمال يتكلم يقول لك اصلك احنا بنعمل فقرات ساخره وفقرات مش عارف ايه. انت برضو السنه اللي فاتت زعلت الجمهور الافريقي التونسي، قعدت تتريق عليه علشان بيمر بازمه ماديه وقعدت تسخر منه برضو، وبرضو قفلت حسابك على الفيسبوك من الهجوم الشديد. انت دمك مش خفيف، انت دم امك يلطش. هي دي الكوميديا بتاعتكم؟ هي دي الكوميديا بتاع تونس؟ والنهارده الجمهور بتاع تونس يكسر الاوتوبيس بتاع الاهلي ويعور الواد اللاعب اللي اسمه هشام محمد، يعني انا مش فاهم. على المهم ماتش تونس الجمعه اللي جايه المنتخب مصر وتونس، حابب اقول لكم ان اي تونسي في مصر مسؤوليه، يعني الامن بتاعه مسؤوليتنا احنا، انت امنك مسؤوليتنا احنا، محدش يقدر يتعرض لك لان انت بلد رجاله، احنا بنعرف قوي نكرم الضيف بتاعنا، مفيش حد يقدر يلمسك، احنا غير اي شعب. واللي يفتكر انه يستهتر بالمصريين او انت فاكر المصريين طيبين او غلابه او ما يعرفوش ياخدوا حقهم، لا، لكن احنا مش هناخد حقنا، وانت ببلدك انت ببلدنا كده كده ما ينفعش ان احنا نكلمك. فاي واحد تونسي عايش في مصر عايش على دماغنا من فوق، انما انتوا النهارده تكسروا الاتوبيس وتقعدوا ترموا كور كل شويه في الملعب ومش عارف ايه وبتاع. طب وليه يا جماعه؟
انت كده كده حقك تكسب الصراحه. النهارده انت حقك تكسب، انت جبت 3 اجوان والاهلي ما عرفش يلعب ببصره، مش عارف. قلنا النهارده هنفرح، النهارده مصر كلها اهلاويه، والناس عماله تلبس شيرت احمر، ما رضيتش البس التيشيرت بتاع الاحمر، قلت وش وحش عليا ساعه ماتش مصر وروسيا، قلت البس ابيض يبقى يوم ابيض جميل، والكلام ده كله طلع اسود يوم في حياتي. كل شويه التاسعه يا اهلي، التاسعه يا اهلي، انت عارف يا اهلي، انا عايز اقول لك على حاجه يا اهلي، لو بتتفرج عليا يا نادي يا اهلي، انتوا عارفين ان لو واحد صاحبي خلف في اليوم اللي انتوا خدتوا فيه بطوله افريقيا، اخر بطوله خدتها، ايه بنت اسمها لوجي، النهارده بقول له بنتك كبرت كده وبقت عروسه، قال لي روجي جات لها الدوره، خلاص البنت كبرت وهتتجوز يا اهلي، واحنا كل سنه عمال نقول التاسع يا اهلي، التاسع يا اهلي، احنا وراك وجمهور كبير، فريق كبير، فريق عظيم، اديله عمري وبرضه قليل، وهو عمالين يشجع يمين وشمال وبتاع، اقسم بالله العظيم ما حطيت لقمه في بطني من امبارح، وقاعد متوتر وقلت خلاص الاهلي هيكسب والنهارده هنحتفل وهيبقى يوم جميل وبتاع، ولكن يعني مع الاسف ما ينفعش نفرح، ما ينفعش عشان اتبسط، ليه انا اصلا اتبسط ولا افرح ولا الكلام ده كله بتاع، خلاص بقى احنا عارفين كده كده ان المصريين ما ينفعش يفرحوا ولا يتبسطوا، قلنا في كاس العالم برضه طلعنا، قلنا بطوله افريقيا الاهلي هيمثلنا في كاس العالم للانديه وهياخد بطوله افريقيا والكلام ده كله برضه طلعنا، طب هنعمل ايه طيب يا جماعه؟ نشم بودره؟ ندمن؟ مش فاهم يعني نعمل ايه طيب؟ نعمل ايه؟ كل شويه مفيش اي حاجه عايزه تفرحنا ولا عايزه تنيلنا ولا الكلام ده كله، انا مش فاهم، على العموم يا جماعه انا خلاص انا كده كده نفسي اتسدت من التشجيع بالكوره، انا هبطل اشجع كوره وهبطل حتى اكل، هقعد 3 ايام في الاوضه بتاعتي ومش رايح شغلي، وهبقى عواطلي بقى واربي دقني والكلام ده كله، وامي ان شاء الله يعني مجهزه لي النهارده محشي وفراخ وملوخيه، كليهم يما كليهم يا حبيبتي، مش هاكل والله ما هاكل، هقعد في الاوضه واقفل على نفس الباب، ولو قعدت 3 ايام ندهت عليا وما ردتش ببلغ البوليس يا ست الكل، وانت يا عم مصطفى انت كل شويه تقعد تصورني في لايف والكلام ده كله، نفسي مره نفرح يا سيدي، ولا مره صورتني الا وشك كل شويه وشك وحش عليا وشك نركن بقى على جنب كده يا عم مصطفى، واقفل اللايف وانزل ان شاء الله كده الحمد لله كده.